عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. هذا النهار ان شاء الله غنطرقوا لواحد السلسله من التمارين ديال المناعه نزولا عند رغبه مجموعه من التلاميذ ورغم بعض التاخر، لاننا غنطرقوا هنايا مجموعه من التمارين التي قمت باستخلاصها من امتحانات جهويه ومقتطفات من امتحانات جهويه، وطرقت فيها بالضبط الى تمارين المناعه. اذا سلسله تمارين المناعه، بالنسبه للتمرين الاول هو عباره عن تمرين لاسترداد المعارف اللي كيقول عندي واحد النص ونقول النص على ورقه تحريرك واتممه باستعمال المصطلحات التاليه: مناعه طبيعيه، بالبلعمه، الجلاتين لتكاثرها، انتفاخها، التهابا محليا، احمرار لتبتلعها. اذا غنكتبوا النص ومن بعد نكملوا. إذن الفقرة هي كالتالي، غنكمل بالمصطلحات التالية: مناعة طبيعية، البلعمة، الجلاتين لتكاثرها، انتفاخها، التهابا محليا، احمرار لتبتلعها. إذن هادو هما الكلمات باش غنكمل النص ديالي. إذن كما لاحظنا في فقرات الدرس السابق، عند الإصابة بجرح كتلاحظ على مستوى الجرح أن الجلاتين تتصل إلى الداخل، ثم نلاحظ احمرار على مستوى الجرح وانتفاخا، هذا ما يدل على وجود استجابه مناعيه ضد مورد مضاد الذي دخل الى داخل الجسم. اذا عندما يصاب الجلد بجرح او وخز تتسرب الجلاتين، اذا الجلاتين هي اللي كتدخل لداخل الجسم. الى داخل الجسم حيث تجد الظروف الملائمه. إذا قلنا أن درجة حرارة الجسم الداخل 37 درجة، توجد مواد القيت، إذا هذه كلها ظروف ملائمة لتكاثرها أي تكاثر الجلاتين. إذا لتكاثرها وينتج عن ذلك، كنلاحظوا أن على مستوى المنطقة هناك إحمرار، وينتج عن ذلك إحمرار المنطقة المجروحة وانتفاخها، كذلك انتفاخها وهذا يمثل واحد النوع ديال التهاب محلي، يمثل التهابا محليا يعني على مستوى الجرح فقط، شاهدا يمثل التهابا محليا شاهدا على استجابة، إذن استجابة مناعة، على استجابة مناعة طبيعية. تتجلى هذه الاستجابة المناعية الطبيعية في تصدي الكريات الدموية البيضاء للجراثيم عن طريق ابتلاعها وبالتالي لتبتلعها. وتسمى هذه الظاهرة بالبلعمة، بالبلعمة. إذن في هذه الفقرة كيدرسوا لنا أو كيشرحوا لنا مفهوم البلعمة. إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ألف، انقل الأرقام واكتب صحيح أو خطأ حسب التسلسل الطبيعي لمراحل البلعمة. إذا عندي أربعة ديال الجمل فيهم مراحل البلعمة، إذا غنقلهم ونشوف فيهم هي اللي هي صحيحة. انقل الأرقام واكتب صحيح أو خطأ حسب التسلسل الطبيعي للبلعمة. إذا بالنسبة للسؤال، بالنسبة للفقرة الأولى، عندي ابتلاع، تثبيت، هضم، ثم طرح الحطام. اذا كنعرفوا بان اول مرحله هي مرحله التثبيت، اذا هذه الاولانيه تعتبر خطا. نمشيو للثانيه، السؤال الثاني: 2،
تثبيت هضم ابتلاء طرف الحطام. اذا كيقول ان التثبيت مور التثبيت كيجي الابتلاء عن طريق تكوين ما يسمى بالارجل الكاذبه. اذا هذه حتى هي كذلك خاطئه كاين مقلوبين فيها. ثالثه تثبيت ابتلاء هضم طرف الحطام، اذا هذه صحيحه. اذا المرحله الاولى هي مرحله التثبيت، موراها مرحله الابتلاء، بعد ذلك مرحله الهضم بواسطه الانزيمات او الاكياس الهضمية الموجودة داخل بالعميات، في الأخير طرح الحطام. رابعا هضم تثبيت طرح الحطام ابتلاء بطبيعة الحال خاطئة، إذا دائما كنسبقوا بالتثبيت، إذا هذه خطأ. إذا هذا فيما يخص التمرين الأول اللي كان كيتعلق ب ما نسميه استرداد المعارف. إذا باش كيعرفوا أن التلميذ واش ضبط المفاهيم ديالو ولا لا، كيعطيو تمارين عن طريق استرداد بلس ما يدير لك عرض مثلا في قراءة، كيعطيك تكمل بالكلمات او تصحيح بعض الجمل، او كذلك تعطي انه واش بعض الجمل صحيحه او خطا. اذا التمرين الاخر وهو هذا التمرين اللي هو عباره عن مجموعه من المعطيات فيها وثائق، اللي هو التمرين كالتالي: جلس الطفلان ليلى واحمد في نفس المكان مع شخص مصاب بمرض معدي، بعد يومين أصيبت ليلى بالمرض نفسه في حين بقي أحمد سالما. السؤال الأول أعطي ثلاث فرضيات تفسر اختلاف رد فعل جسم كل من ليلى وأحمد. سؤال ب عفوا نفس سؤال ألف للتحقق من الفرضيات، تم تحليل الدم عند ليلى وأحمد ويبين الشكل ثلاثة النتائج المحصل عليها. ثلاث فرضيات تفسر اختلاف رد فعل جسم كل من ليلى وأحمد. إذا كما قيل لنا في التمرين أن بعد يومين أصيبت ليلى بالمرض في حين أن أحمد بقي سالما. إذا من هنا كنستنتج بأن أحمد ممنع ضد هذا المرض، بمعنى أنه اكتسب مناعة سواء من التلقيح أو سبق وله أن أصيب بهذا المرض، وبالتالي أصبح ممنعا ضد المرض. أو الفرضية الثانية، الفرضية الثانية هي أن أحمد لم يتلقى الجرثومة، بمعنى أن الجرثومة لم تتمكن من الدخول إلى الوسط الداخلي لجسم أحمد، لهذا أصبح أو بقي سليما. أما الفرضية الثالثة لليلى أصيبت بالمرض، لأن ربما ليلى غير ممنعة ضد المرض، لهذا أصيبت بهذا المرض. ما يمكنش تمرض إلا ما سبقش ليها أنها شافت هذا الجرثومة وبالتالي تصبت بها. إذا السؤال الثاني، للتحقق من الفرضيات تم تحليل الدم عند ليلى وأحمد ويبين الشكل ثلاثة النتائج محصل عليها. اثنان ألف، إذا السؤال اثنان ألف، حلل منحني الشكل ثلاثة. إذا السؤال اثنان ألف، حلل منحني الشكل ثلاثة. إذا كما كنلاحظوا هنايا في الشكل ثلاثة اللي هو هذا المبيان، كنلاحظوا بأن جسم أحمد قام بإنتاج مضادات الأجسام بكمية كبيرة فور الاتصال بالشخص المصاب اللي هو هذا المنحنى الأحمر في هذه الحالة، في حين أن ليلى ما كانش عندها رد الفعل في 10 أيام الأولى، فقط بعد اليوم العاشر عندي إنتاج لكمية مضادات الأجسام بكمية قليلة. إذا الكمية ديال مضادات الأجسام في الحالة قليلة، ولكن بعد مرور مدة طويلة. إذا هنا التحليل ديال المبيان ديال أحمد، إنتاج مضادات الأجسام بكمية كبيرة فورا، إذا فورية بعد الاتصال بالشخص المصاب. أما بخصوص ليلى فيتم إنتاج مضادات الأجسام بعد عدة أيام من الاتصال بالشخص المصاب. إذا كنلاحظوا بأن هي ما كانش عندها داك الشيء لحظي، انما بعد مرور عدة ايام، لانها ما عندهاش ما نسميه ب
ذاكرة مناعتية ضد الموارد المضاد، لأنه الجسم ديالها أول مرة يشوف هذا الموارد المضاد، إذا بكمية قليلة جدا. إذا بالنسبة للسؤال ب، هل تم التحقق من الفرضيات؟ إذا التحقق من الفرضيات، عندنا جوج فرضيات بالنسبة لأحمد وفرضية بالنسبة لليلى. إذا بما أن أحمد نتج الجسم ديالو مضاد الأجسام فور الاتصال بالشخص المصاب، هذا الشيء كيعني بأن هذا مضادات الأجسام موجهة ضد مواليد المضاد ديال هاد الجرثومة ديالنا اللي كنا هنايا. إذا في هذه الحالة الجسم ديال أحمد تلقى الجرثومة، إذا هذه الفرضية اللي كتقول لي بأن أحمد لم يتلقى الجرثومة فرضية خاطئة، وبما أنه أنتج مضادات الأجسام إذا أحمد ممنع ضد المرض، إذا الفرضية الأولى صحيحة بالنسبة لأحمد. إذا ليلى كلاحظوا بأنها لم تقوم بأي رد فعل، أو الجسم ديالها عفوا لم يقوم بأي رد فعل في 10 أيام الأولى، إذا كنستنتجوا بأن ليلى غير ممنعة ضد المرض، هادشي علاش تصيبت بالمرض وكان عندي مضادات الأجسام كمية قليلة وبعد مرور المدة 10 أيام. إذا الفرضية ديال ليلى كذلك صحيحة. إذا السؤال ثلاثة، بعد مرور سنة على شفائها التقت ليلى بصديقة مصابة بالمرض نفسه، هل ستظهر على ليلى أعراض المرض؟ إذا بالنسبة للسؤال ثلاثة كما كنستنتجو أن ليلى كسبت واحد المناعة ضد موارد المضاد ديال هاد المرض، فالالتقاء الأول ديال هاد المرض، بالتالي إذا تلقت المولد المضاد للمرة الثانية فإن الجسم ديالها غيدير واحد رد فعل بحال ديال أحمد، بمعنى غيكون عندها رد فعل سريع. يعني إذا كنلاحظو غير فقط بالنسبة للسؤال الموالي راه كيبينو لينا، غيعطيوني واحد المبيان اللي هو هذا، تيقول لك للتأكد من إجابتك السابقة نقترح عليك نتائج تحليل الدم ليلى. لأن هادشي كيدل على أن ليلى بحال أحمد، بالتالي ليلى ممنعة ضد المرض، إذا ما غيبانوش عليها أعراض المرض، إذا لا لن تظهر عليها. لأنها ممنعة. ضد المرض. يسبق لها أنها مرضت المرة الأولى. هذا المرض الأول كيكسب لي واحد الذاكرة مناعتية عند الخلايا ديالي باش كيتعرفوا على مواليد المضاد فيما يلي. في يعني مستقبلا. اذا السؤال الرابع، بين ان هذه النتائج تؤكد اجابتك السابقه، بما ان عند ليلى نلاحظ انتاج كميه مضادات الاجسام في الجسم يتم انتاجه بكميه كبيره فور الاتصال بالمرض، اذا هذا الشيء يدل على ان ليلى ممنعه ضد المرض. هذا هو التحليل ديال السؤال الرابع. ليلى اذا كميه او تركيز مضادات الاجسام في دم ليلى جد كبير فور الاتصال بالمرض، اذا هناك لاحظوا بانها ممنعه ضد المرض، يحمي هذه مضادات الاجسام تحميها ضد هذا المرض. اذا هذا فيما يخص هذين التمرينين.